الحقيقه كتاب مهم قوي في الفتره دي، لان هو ما بيتعاملش مع اشاعات ولا بيتعامل مع مواقف مرسله، هو بيتعامل مع وثائق علينا ان احنا نعرفها، علشان كلنا لازم نعرف حجم وطبيعه الدور اللي لعبته دوله قطر في المنطقه، مش من النهارده ومش من 10 سنين، لكن من سنوات طويله، تبدا بعلاقتها بامريكا واسرائيل. فهي حضرتك تعرف عليه، كتاب مهم ارجوك اقروه علشان تعرفوا مش بس العلاقات الامريكيه قطريه، عشان تعرفوا ازاي قطر اهدت لامريكا القواعد العسكريه والثمن كده، علشان تعرفوا ان الدور اللي بيلعبه يوسف القرضاوي، فتعرفوا ان هو مربي الحاكم الحالي لقطر، فتعرفوا علاقه الاخوان بقطر كان شكلها ايه واساسها ايه، وانها ليست عمليه ولا كذبه ولا 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 محض خيال. اقروا يا مصريين علشان تعرفوا أهمية إنكم تبقوا عارفين المعلومة. سعيد بصدور هذا الكتاب عن جريدة الوطن، وهي سنة جيدة في أن تلقي الأضواء على بعض ما تنشره وتصيغه وتقدمه في صيغة كتاب. هذا الكتاب تكتسب أهميته من أنه يلقي الأضواء على الدور التآمري للحكومة القطرية والقصر الأميري، وأيضا الدور التآمري لقناة الجزيرة فيما سمي بثورات الربيع العربي، أو أيضا في مواجهتها للعديد من الأنظمة وإشعالها نار الفتنة والحروب في هذه المناطق. ومع ذلك لم أشد تحيين الكتاب إطلاقا ولم أمسس روح الكتاب.